En tout cas, je suis très heureux de vous voir, monsieur le gouverneur. D'abord, ma première visite à Mossoul, elle date de novembre 2018. Pour le parcours du gouverneur, aujourd'hui, sa détermination comme gouverneur de servir la population de Mossoul et de la région. Ce matin, on avait un entretien avec le commissariat et on parlait de la ville de Mossoul et on a dit que la ville de Mossoul est la seule gouverneur qui a reçu le pape. Donc l'université de Ninive comme l'université de Mossoul était complètement détruite. اليوم استقبلنا سعادة السفير الفرنسي في مدينة الموصل وأيضا موجود معنا مستشار دولة رئيس الوزراء الأستاذ صباح الكاظمي عضو لجنة أمور الموصل. احنا علاقتنا مع الجانب الفرنسي لله الحمد جيدة وكانت زيارة الرئيس الفرنسي لمحافظة نينوى زيارة تاريخية وسعادة السفير الفرنسي أكثر من مرة زار الموصل. فرنسا وقفت معنا في قتالنا ضد إصابات داعش كانت جزء فاعل من قوات التحالف وبعد ذلك عندما دارت عجلة الإعمار فرنسا كانت لها بصمات كبيرة في عموم محافظة نينوى ومدينة الموصل بشكل خاص جامعة الموصل مستشفيات منظومات الماء وكثير من الأشياء في سنجار في الحمدانية في كل مكان كانت لها وقفة نعتز بها ونثمنها عاليا. اليوم سعادة السفير زار مدينة الموصل أيضا يطلع على سير الأعمال اللي تشارك بها فرنسا في دعمنا ومنها محطة أو مضخات الماء في منطقة الرشيدية وأيضا في جامعة الموصل وأيضا افتتاح القنصلية إن شاء الله عن قريب القنصلية الفرنسية في مدينة الموصل. والموضوع الأهم واللي يهمنا ويهم أهلنا في محافظة نينوى عمومها هو مسألة مطار الموصل. احنا باجتماعنا الأخير مع دولة رئيس الوزراء كان القرار أنه يصار إلى شركة استشارية تقرر بالنسبة للمطار والحمد لله من خلال سعادة السفير عرفنا أنه الأمور إن شاء الله إيجابية وإن شاء الله قريبا سعادة المستشار راح ينظم لنا اجتماع في بغداد نتمنى أن يكون دولة الرئيس حاضر به في سبيل الإقرار على الإطار المبدئي لبناء مطار الموصل.